في اطار مكافحه الجريمه بشتى انواعها. اثناء قيام افراد سيئه الاقليميه للترك الوطني في الكويره لدوريه عبر طريق السيارة الشرق غرب، لفت انتباهه شاحنه 120 اس خطر على سائقها حاله من الانتباه والخوف. بالاستعمال اشارات نظاميه تم توقيف الشاحنه حين تفطن السائق لذلك ليلوذ بالفرار نحو وجهه مجهوله. بعد توقيف الشاحنه وبعد اتخاذ كذلك الاجراءات الاحترازيه وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تم العثور على 8 قطع من الاسلحه المفككه، 6 منهم من الصنف الرابع و2 من الصنف الخامس. وعمل بتوجيه قائد المجموعه الاقليميه للترك الوطني بالكويره وترشيد عنصر الاستعلام، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما بجنايه نقل وحيازه والمتاجره بالاسلحه بدون رخصه من السلطه الموحده. تم تكوين ملف قضائي لاتخاذ اجراءات قانونيه ضد المشتبه فيهم بعد الانتهاء من التحقيق. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.